لكن إذا كانت هذه هي الشموع الحمراء فأخيرا في مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. النهاردة صدر العدد من مجلة الأهلي يحتفي باستعادة الأهلي لصدارة بطولة الدوري بعد الفوز الكبير بالرباعية، وأيضا يجهز الأهلي معنويا لخوض مباراة فيها تحدي كبير أمام المريخ السوداني، وأيضا أمام بيراميدز اللي هتكون إن شاء الله تعالى يوم الثلاث. إذا كان ده غلاف مجلة الأهلي النهاردة فماذا كان من قبل؟ نشوف التقرير. مجلتنا في عددها رقم 258 والصادر يوم الجمعة الخامس من ربيع الأول لسنة 1399 هجرية الموافق الثاني من فبراير عام 1979 ميلادية، جاء عنوانها الرئيسي خطوة كبيرة نحو البطولة، الأهلي يهزم المقاولون 2-0. كما تصدر خبر تحديد مصير عملية الغضروف لنجم الفريق وقتها الخطيب الغلاف، كما في الصفحة الأولى عنوان مهرجان أهلاوي للسباحة في جنيف. كما ألقت الصفحة الأولى الضوء على 5 مباريات تقام اليوم في مسابقة الدوري، وأبرزت خبرا بعدم إذاعة باقي مباريات الأهلي والزمالك في الدوري تلفزيونية باستثناء مواجهة الفريقين في الدور الثاني والمقرر لها يوم 22 مارس. كما أبرزت الصفحة الأولى خبر فوز فريق آنسات الأهلي لكرة السلة على الزمالك بنتيجة 56-38 على ملعب الزمالك. كان الفريق قد فاز في الدور الأول بنتيجة 55-32. كما أعلنت المجلة عن بدء فريق المستقبل الذي تم تكوينه من ناشئي الأهلي نشاطه تحت إشراف عمرو أبو المجد مدرب الفريق. وأفردت المجلة في الصفحة الثالثة تقريرا كاملا عن مباراة الأهلي أمام المقاولون تحت عنوان الأهلي يستعيد مستواه ويواصل مسيرته نحو البطولة. وكشف التقرير أن الأهلي قدم مباراة كبيرة ضد المقاولون في الشوط الثاني وسجل لاعبوه 2 جميلين. وتساءلت في الصفحة ذاتها هل ينجو الخطيب من عملية الغضروف؟ وأشارت إلى أن التشخيص النهائي للإصابة يتم اليوم. وعلى صفحتين كاملتين أبرزت المجلة تفوق براعم الأهلي في بطولة جنيف الدولية للسباحة، وأشادت بتألق جيهان عبدالله الأهلاوية التي تحدت سباحات أوروبا. وكتب الأديب الساخر أحمد بهجت في مقالته عن جنرالات الكرة مشيرا إلى أن هوايته كانت مشاهدة مباريات الكرة، أما الآن فهي الاستماع لمناقشة جنرالات الكرة والتي وصفها بأنها متعة فكاهية لا نظير لها. وفي الصفحة 8 تحدثت المجلة عن عيد الوفاء ويوم مختار في الأهلي، وكتب الدكتور مصطفى الديواني عن ذكرياته مع التتش، بينما كتب المهندس عدل القيعي في عموده الثابت 5 أهلي عن الراحل الخالد ورائد الرياضة المرحوم مختار التتش، وكيف كان رحمه الله يتحمس للفوز ولكنه لا يتوانى عن التنازل عن كل ذلك إذا تعارض مع موقف أخلاقي أو مبدأ، رافعا شعار الولاء قبل المصلحة والأخلاق قبل النتائج. وكشف القيعي عن تعلم الراحل صالح سليم من أستاذه التتش عند بداية توليه مسؤولية إدارة الكرة في الأهلي ليصبح تلميذا مخلصا في مدرسة التتش ويتخذه مثله الأعلى الوحيد.